السلام عليكم. بالفضيل ايفرتون اللي دوموندي على بالك شكون كومان كومان اللي كومان تاع البارسا اللي كيلعب كات لا تاع لا هولوند لا اللي كيلعب في البارسا كات صاحب القذافات القويه هو اللي دوموندي شافو دوموندي باش يروح يلعب. راه اليوم غادي اليوم كما يقول لك اليوم عنده يرسم العقد تاعو وكما يقول غدوه ان شاء الله يلتحق بايفرتون. ونقولوا الناس اللي كانوا يضحكوا عليه العام اللي فات قالوا بياس وين راه هذا الصح ضرب خطوه للوراء بس يزيد يقدم باش يقلع. اما لا صح قلع بالفضيل قلع. شوفوا الناس هذو اللي يولوا الرون شوفوا اللي يزيدوا يقدموا بالفضيل ايفرتون ان شاء الله بربي. ونقولوا للبشيخ وجماعته اللي كانوا يضحكوا عليه كيما بوحنيكه كانوا يضحكوا عليه ذاك العام اللي فات قال لك بني ياس ويضحكوا الضحكوا اليوم اليوم تبقوا اليوم تضحكوا الضحكه تاع خلعه تضحكوا ضحكه تاع خلعه. وهذو اللي يفرضوا عليكم باش تهضروا عليهم باللي تهضروا عليهم قيمه تاع الرجال ما تهضروش عليهم قيمه تاع الجياح يا واحد الجياح هذه. وتحيه بالفضيل وتحيه الرجاله اللي يمثلوا الاعلام تاع الجزائر. صح اخويا.